مساك الله بالخير، يا هلا والله، ابو كيف عثمان. الحال؟ اول شيء مشكور لتواصلك ويانا. حياكم الله، اي حياكم والله، الله، وقواك الله ويعطيك العافيه. حياكم اللي الله. يعني تبنيك هذه الامور والمشاكل اللي احنا قاعد نطرحها. احنا يمكن طرحنا قبل يومين ان في بعض الحالات موجودين في حولي او موجودين في الروضه محتاجين يعني لبعض خدمات التوصيل وبعض الامور اللي هم مو قادرين، سواء كانوا كبار سن، سواء كانوا يعني من ذوي الاعاقه، سواء هذه الامور. تواصلكم مع هذه الفئه. اول شيء يعطيكم العافيه. يعافيك. الامانه خدمه التوصيل هي وايد مهمه، احنا الحقيقه سمعنا مناشاتكم وعلى طول الحقيقه تداركنا في موضوع حولي بالذات. نعم. ان الروضه احنا مستمرين فيها لله الحمد. ولكن حولي رغم كثافتها السكانيه واجب على ان احنا نوفر خدمات التوصيل. نعم. لان فعلا مثل ما تفضلت اكتشفنا ان في حالات يعني محتاجه. نعم. وبالتالي كان عندنا متطوعين حوالي تقريبا عندنا 50 متطوع هناك ما شاء الله يقومون في خدمة التوصيل. بس أنا أقول لك لأن كثافة عالية وهالعمارات ما شاء الله، وشايف أنت من ناحية هي حولي استثمارية وحولي يعني منطقة يعني ما هي بسيطة، صح؟ إلا أن جزاهم الله خير جهود الشباب قالوا إحنا مستعدين، بس عاد شنو تواصل خاص حق الناس اللي محتاجة. نعم. اللي قادرة تطلع حلو عن طريق باركود هذه خلاص يروحون، أما البقية نعم فإحنا مستعدين نوصل لهم. حلو. وايضا مساهمينا اللي هناك طبعا نوصل لهم لابد. حلو. ما في اي مشكله. انا عندي ثلاث حالات من الناس اللي تواصلوا معنا، في امكانيه نطرش لك ارقام تليفوناتهم؟ اكيد اكيد ما في اي مشكله. بعد راسي. انا اترك لك رقم على طول، تتصلون تواصلون معنا وراح اشوف على طول يجيهم الطلب. ما قصر. زين، انا ما عندي شك في جهود الاخوان خاصه في جمعيه الروضه من الجمعيات المميزه، يعني حقيقه كنا دائما نضرب فيها المثال وما زلنا نضرب فيها المثال. قل لي شنو الانجازات، يعني انا شفت فيديو طرشوا لي بس ما ادري اذا الاخوان قدروا يجهزوا لي توزيعكم اللي صار في حولي، تنظيم الغاز اللي شفته في حولي، عمل جميل، يا ريت تكلمني على هذا الموضوع. حولي بالذات انا اتكلم عنها، الازمه احنا ما نتعامل مع رده فعل، احنا كنا حاطين احتياطات لو كان هناك في ازمه او في حظر كلي. حلو. فكنا نقعد مع اخواننا جزاهم خير الداخليه قبل يصير حظر كلي. وكنا عيننا فعلا على الغاز والخبز تحديدا. ولله الحمد لله احنا اول جمعيه حلينا مشكله الغاز، ما عاد الغاز يتوزع في مكان واحد اللي هو مكان الغاز. هلو. صار الغاز يتوزع بكل اسواقنا السبعه اللي موجوده في حولي، وكذلك البقالات اليوم وقف فيها يعني التوريد والتزويد. نعم. فعلى طول سوينا مسح، تواصلنا معاهم اللي هو 120 بقاله تقريبا في حولي، وبدينا لهم الغاز. الان لله الحمد يعني الغاز متوفر في حولي، ما في اي مشكله. والخبز كنا حولي الخبز نفس الشيء، جزاهم الله خير اخوان مشكورين في المطاحن، ضاعفنا الكميه، كانت توصلنا مثلا 30,000 خبزه. انا بعد اذنك بس اخوي طارق للمشاهدين، يعني مع كلام اخوي طارق هذا الفيديو اللي قاعد تشاهدونه الان هذا جهد الاخوان في جمعيه الروضه وتنسيقهم مع اخوانكم في الداخليه، وراح تشوفون اليه توزيع الخبز وتوزيع الجسم. تفضل اخوي طارق. الخبز بالذات صار عندنا فكره ان نفس النمط مال الغاز يتوزع عند البقالات وعند الافرع، واستغلينا فتره المشي اللي كانوا يمشون فيها اللي هو من 4:30 الى 6:30 يطلعون مساكين هالناس المقيمين اخواننا. نعم. فياخذون الخبز من الافرع من برا. صحيح. في تنظيم والداخليه مشكوره معانا ياخذون الخبز. الان حولي امنه باذن الله. انتوا تدرون ان حولي من المناطق الشبيهه لها فيها حولها بالكويت منها وايد. نعم. وصار عليها شويه اشكاليه في الغاز والخبز، حولي راح تلاحظون. نعم. ما فيها اي اشكاله، امان، الخبز موجود، الغاز موجود، الاسواق كلها بدون مبالغه ما تختلف عن جمعيه الروضه. حلو. حتى واحد يرتاح يطمن ان في امن غذائي الحمد لله. حلو. وفير ولله الحمد. قواك الله. لله الحمد. اني حق الجانب الثاني، الاخوان في الروضه. الاخوان بالروضه شلون؟ يعني ما ايضا توصيل المنازل، توصيل والامور كلها شغال. اكيد اكيد توصيل كول الاونلاين. نعم. وايضا بالكول بالاتصال. حلو. متوفر لله الحمد. نعم. واحنا طبعا ولله الحمد جمعيه الروضه الان حتى اخواننا الجمعيات اللي حوالينا بعضهم الله يعينهم صار لها ظروف. نعم. كلها ايضا متواجده عندنا. نعم. فالتوصيل لله الحمد لله موجود ميسر، واظن انه ما في ان شاء الله. حلو. اخوي طارق هذا كله مجهود اخواننا المتطوعين على فكره. ها قواهم الله اخوي طارق، اذا جزاهم الله خير. اي والله اخوي طارق، اذا عندك كلمه توجهها حق يعني مساهمين يعني جمعيه الروضه وحولي عامه، وشنو الجديد اللي راح تطرحونه؟ ولله الحمد احنا اليوم
نطمن ما زال الاكل متوفر، خدمه الباركود الان هذه جدا ميسره وسهله. نعم. اي واحد عنده اي مشكله ولا شيء، مجرد الاتصالات ارقامنا كلها موجوده في مواقعنا الاجتماعي، والله الحمد ان شاء الله الازمه تعدي وتخلص والامور طيبه، ما في اي شيء ان شاء الله.